من second exam May 2022. Problem 1. Evaluate P ل 2022 3 times P 72 تقسيم C 2022 3 times C 72. نكتب قوانين البرميوتيشن والكومباينيشن. P ل N R equals factorial ل N تقسيم factorial ل N minus R, والكومباينيشن ل N R equals factorial ل N تقسيم factorial ل R factorial ل N minus R. طبعا ممكن نقسم الاثنين على بعض لأن موجودين مرتين بسط ومقام, ونستنتج ان التقسيم بينهم هيساوي فاكتوريال الار, ولكن ممكن نحل عادي كأننا مش عارفين القاعدة لأن مش لازم نحفظها او ممكن يكون مش حافظينها. فهقول البي, نعملها حتى حتى, البي ل 2022 3 equals factorial 2022 تقسيم factorial 3 2022 minus 3 factorial. نفس الشيء الـ C 2022 3 هيساوي فاكتوريال 2022 تقسيم هنا زيادة فاكتوريال 3 2022 minus 3 فاكتوريال. عندنا permutation 72 equals فاكتوريال 7 تقسيم فاكتوريال 7 minus 2. أما C 72 فاكتوريال 7 تقسيم فاكتوريال 2 فاكتوريال 7 minus 2. إذن اللي طلبه P 2022 times P 72 تقسيم 2022 3 times C 72 هيساوي طبقا اللي حسبناه هنحط كل اللي حسبناه فاكتوريال 2022 minus 3 فاكتوريال, هنا فاكتوريال 7 7 minus 2 فاكتوريال. بالنسبة للسي فاكتوريال 2022 فاكتوريال 3 2022 minus 3 factorial, وهنا factorial 7 factorial 2 7 minus 2 factorial. سهل نشطب مع بعض. انا عارف طولت ولكن أأمن في الحل من ان احنا نستنتج قانون او نحاول نفتكره وننساه. نلاحظ ان كتير items شطبت مع بعض. الناتج مقام المقام يطلع بسط, مقام المقام يطلع بسط, فاكتوريال 3 عبارة عن 3 times 2 times 1, فاكتوريال 2 عبارة عن 2 times 1 يعني 6 times 2 يديني 12. طبعا ممكن تختصر, عارفك انك شاطر
ولكن انا حالل شويه شويه للطالب المتوسط اللي يمشي معايا حته حته ويكون في امان. من second exam May 2022 problem 2 of 60 students surveyed 25 owned a laptop 35 owned a graphic calculator and 20 owned both. How many students owned one or the other but not both؟ يكون عندهم اما لابتوب او جرافيك كالكوليتور فقط، ما عندهمش الاثنين. الفين دايجرام ينقذنا. عندنا لابتوب واكتر شويه جرافيكس كالكليتور، عدد اللي عندهم لابتوبس equals 25 وعدد اللي عندهم جرافيكس كالكليتورز equals 34 وعدد اللي عندهم الاثنين 15 لا 20. يبقى المشترك بين اللابتوبز والجرافيكس كالكليتورز 20. كده نقدر نعرف عدد اللي عندهم لابتوب ما عندهمش جرافيكس كالكليتور. هقول ان لابتوب انترسكت كومبليمنت الجي، يعني عندهم لابتوب وما عندهمش جرافيكس كالكليتور، هو عدد اللي عندهم لابتوب ناقص عدد المشترك بينهم لابتوب انترسكت جرافيكس. يبقى 25 - 20 = 5. طبعا ده من الرسم اسهل من اللي انا بكتبه، يعني ممكن مباشرة تكتب هنا 5، ده 25 الكل في 20 مشترك يبقى باقي 5. ايضا عدد اللي عندهم جرافيكس كالكوليتور وما عندهمش لابتوب انترسكت كومبليمنت اللابتوب، عدد اللي عندهم جرافيكس كالكوليتور ماينس المشترك ايضا لابتوب انترسكت جرافيكس. ف 34 - 20 = 19. وايضا من الرسم سهل جدا انك تقول 34 - 20 يديني 19. يبقى دلوقتي عدد المطلوب اللي هو عدد اللي ما عندهم لابتوب ما عندهمش جرافيكس كالكوليتور بلس عدد اللي عندهم جرافيكس كالكوليتور وما عندهمش لابتوب ايكوالز من الرسم واضح ان هو 5 + 19 equals 24. سهل جدا ايجاده من الفن دياجرام حتى بدون ما اكتب كل اللي كتبته ده. هتقول عندك 25 لابتوبس، شيل 20 تبقى 5. 34 جرافيكس كالكوليتور، شيل 20 تبقى 19. اجمع ال 5 + 19 يديك 24 وخلاص، على كده مش لازم تكتب كل اللي كتبته ده. من second exam May 2022 problem 3 a student has 8 books on his desk. In how many different ways can he select a set of 4؟ يبقى عايزين نختار 4 كتب من 8 كتب. الترتيب غير مهم. ال n equals 8، ال r equals 4، الاوردر is not vital لاني physics وفاينايت وكيمستري زي فاينايت وفيزيكس وكيمستري زي كيمستري وفيزيكس وفاينايت نفس الكتب التلاتة لو كانوا تلاتة، احنا هنا عايزين 4.
فالترتيب غير مهم، محتاجين combination n r اللي قانونها factorial n تقسيم factorial r factorial n minus r. في سؤالنا C84 factorial 8 تقسيم factorial 4 factorial 8 minus 4، يعني factorial 8 تقسيم factorial 4 factorial 4. طالما عندنا factorial 4 أصغر من factorial 8، نفك ال 8 ل 8، نفك الفاكتوريال 8 ل 8 في 7 في 6 في 5، ونتوقف عند فاكتوريال الفور لأن في مثلها تحت. أما الثانية أو نقول الأولى بقى نفكها لفور في 3 في 2 في 1، في فاكتوريال الفور اللي موجودة نشطب فاكتوريال 4 مع فاكتوريال 4، ال 2 تايمز 3 ب 6، ال 4 مع ال 8 ب 2، الناتج 2 تايمز 7 تايمز 5، يعني ممكن نقول 7 تايمز 10 ايكوالز 70، او طبعا ممكن تجيب الناتج على طول 70 بدون ما تعمل خطوة أخرى. من second exam May 2022 problem 4 7 school children compete for 3 different prizes. How many ways can the prizes be awarded if no child gets more than one prize? يبقى مفيش repetition. عندنا ال n equals 7 children، ال r 3 prizes، different prices تقول اني الاوردر is vital لان الهدية الاولى غير الثانية غير الثالثة، وبالتالي عندنا p n r يعني factorial ال n factorial n minus r. في سؤالنا ال n ب 7 ال r ب 3 يبقى factorial 7 تقسيم factorial 7 minus 3، يعني factorial 7 تقسيم factorial 4. الفاكتوريال 7 اكبر، نمشي معاها لغاية ما نوصل لفاكتوريال 4 بحيث نشطبهم مع بعض. إذن الناتج 7 في 6 في 5 7 في 30 يعني 210. من second exam May 2022 problem 5 maximize the objective function p equals x plus 2y plus z، ومدينا 2 problem constraints و non negative constraint. نكتب ال initial system نضيف 2 slacks لل 2 problem constraints، يبقى x minus y plus 2z plus slack 1 equals 11، 2x plus y plus 3z plus slack 2
equals 14. الـ objective function هتبقى negative x negative 2y negative z. نقلنا كل الـ right side terms للـ left side بإشارات مخالفة. plus p equals 0. الـ non-negative constraint x y z، وهنزيد عليه الـ s1 والـ s2، دول كلهم greater than or equals to 0. نملى التيبل. نبدأ بكتابة الـ variables x y z s1 s2 p. هنا هيكون s1 s2 p. من الـ first equation اللي كانت inequality بقت equation 1 negative 1 2 1 0 0 11. السكند إيكويشن 2 الواي بون الزد كوفيشنت ليها بالثري، مفيش اس 1 في اس 2 مفيش بي ايكوالز 14. الاوبجكتيف فانكشن نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 0 1 0. الماكسيمم نيجاتيف ده يحدد لي البيفت كولوم. عندنا تو coefficients واحد فيهم نيجاتيف ما نطلعوش، وبالتالي حددنا على طول البيفت element. اقول ده البيفت element، وبالتالي الانترنج variable هو ال y، والاكزيتنج فاريبل هو الاس 2. عشان نحل محتاجين نخلي البيفت اليمنت ب 1 هو ب 1. مش هنعمل حاجه، هننقل الصف الثاني از ات از. يبقى 2 الاول نكتب الفاريبلز x y z s1 s2 b، وقلنا هيدخل بدل ال s2 هيدخل ال y ويطلع s2، يبقى هنا y وهنا s1 استل. السكند رو زي ما هو، ما تغيرش فيه شيء. عايزين نخلي النيجاتيف 1 اللي فوق ال 1 بزيرو فيجيها 1، فناخد 1 من ال R2 مع ال R1 ونحط الناتج في R1، يعني هيجيها 2 1 3 0 نفس الصف الثاني. نجمع يبقى 3 0 5 1 1 0 25. النيجاتيف 2 اللي تحت ال 1 عايزه 2، عايزه 2، يبقى معنى كده هناخد 2 من R2 بلس ال R3 ونحط الناتج في R3. هنضرب الصف الثاني في 2، يبقى هنا 4 2 6 0 2 0 28. نجمع 3 0 5 0 2 128. مفيش نيجاتيفز، نو نيجاتيف فاليوز، وبالتالي دن. نقدر نكتب السولوشن. الاكس مش موجود على اليسار فزيرو، الواي موجودة دخلت مكان الاس 2 وقيمتها 14 نهاية الصف الثاني، الزد ما دخلتش يبقى 0. الاس 1 ستيل موجودة 25، الاس 2 طلعت ف 0.
ال P equals 28. نشيك ان فعلا لو طلعنا ال P باستخدام ال X وال Y وال Z يطلع لنا 28. P equals X plus 2Y plus Z زي ما ادانا في الأوبجكتيف فانكشن في الأول في الأوريجينال بروبلم. ال X بزيرو، ال Y بفورتين، وال Z بزيرو، الناتج 28، فالجواب أوكي. من second exam May 2022 problem 6. How many 3 letter code words are possible using the first 9 letters of the alphabet if adjacent letters cannot be alike? عندنا 3 places و 9 alphabet letters. لو ما فيش اي limitation we can repeat, we can put A beside A beside A or B beside B beside B, هيكون 9 times 9 times 9, لان كل اختيار هيكون عندنا عند كل letter هيكون عندنا 9 options او 9 letters, فهيكون 9 الاصل times 9 times 9. الكلام ده if no restrictions. لكن في restriction عندنا ان ال adjacent letters cannot be alike, وبالتالي الحل ده مش مظبوط, ان ده هيخلي مثلا b جنب b جنب b او a جنب a جنب a او c جنب c جنب c. لا, اول حرف نقدر ناخد اي تشويس من الناين لترز, ولكن السكند لتر should be different from the first letter, وبالتالي يكون عندنا 8 choices فقط. في الثيرد لتر ما نقدرش نختار السكند لتر, ولكن نقدر نختار الفيرست لتر. فقط اللي ما نقدرش نختاره هو السكند لتر, وبالتالي ستيل عندنا 8 choices. يبقى ده في حالتنا هو الصح, يبقى الـ number of selections أو number of possible 3 letter code words نفس الكلام هيكون 9 times 8 times 8 أو 9 times 64 equals 9 times 4 ب 36, 6 ومعانا 3, 9 times 6 ب 54 مع 3 يبقى 57. من second exam May 2022 problem 7. In drawing 8 cards from a 52 card deck without replacement, what is the probability of getting 8 diamonds? احتمالية 8 diamonds لو سحبنا 8 cards. نفتكر الكارد ديك عندنا 52 cards, 4 suits, 13 منهم hearts, 13 diamonds, 13 spades, 13 clubs. هو هيسحب 8 كروت محتاج او 8 8 cards, عايزينهم كلهم diamonds, كلهم 13 diamonds. يبقى ان الايفنت المطلوب اي diamonds, مفيش ترتيب معين, يبقى الاوردر از نوت فايتال, يبقى كومباينيشن من 13 هناخد 8. الان للسامبل سبيس
number of total cards 52 وهنسحب 8. يبقى الـ probability للـ event بتاعنا هو المطلوب اللي هو C138 تقسيم C528. طبعا ممكن نكمل ونحاول نحسب، ولكن مش هنوصل لنتيجة نهائية. أغلب الدكاترة بيقبلوا بالشكل ده، بعض الدكاترة بيحبوا يعني ندي بعض التفصيل، مثل إن مثلا C138 equals فاكتوريال 13 تقسيم فاكتوريال 8 فاكتوريال الفرق اللي هو فاكتوريال 5. السي 52 8 هتساوي فاكتوريال 52 تقسيم فاكتوريال 8 على فاكتوريال الفرق 52 ماينس 8 فاكتوريال 44. طبعا لو قسمنا على بعض مش هنوصل لنتيجة، فممكن نسيبها كده او يعني نبسطها شوية. يبقى سي 13 8 تقسيم سي 52 8 هتساوي فاكتوريال 13 فاكتوريال 8 فاكتوريال 5 تقسيم فاكتوريال 52 تقسيم فاكتوريال 8 فاكتوريال 44. اقدر اختصر فاكتوريال 8 مع فاكتوريال 8، مقام المقام يصير بسط، يبقى فاكتوريال 13 فاكتوريال 44 تقسيم فاكتوريال 5 فاكتوريال 52. طبعا صعب نكمل عن كده، يعني تسيب الشكل بالمنظر ده.